سلبيات الثورة السورية لم تقتضي على الإنسان فقط، بل امتدت لتشمل كل ما هو موجود في سوريا. فلنتطرق مثلا للثروة الحيوانية التي انخفضت أعدادها بشكل ملحوظ إلى ما يقارب ثلث العدد. ومن الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وشح اللقاحات والأدوية التي تصل إلى أيدي المربين، وانتشار ظاهرة تهريب الماشية نتيجة تفاوت الأسعار بين سوريا والأردن. ومن التربيات الضخمة التي تشتهر بها محافظة درعا هي تربية النحل التي لم تسلم من الموجة التي تعيشها البلاد. فقد أدى ضيق المرعى وارتفاع أجور النقل وصعوبة تأمين الأدوية التي كانت غالباً تستورد من خارج القطر، كل هذه الأسباب أدت إلى انخفاض ملحوظ في أعداد طوائف النحل. حالياً شو عم تشتغل بالنحل؟ والله مثل ما أنت شايف عم نهيئ النحل ونعطي فيتامينات وأدوية بعد المنخفض اللي ضرب المنطقة. واجهتكم صعوبات في ظل هذه الظروف اللي عم نعيشها حالياً؟ أكيد أخي، صعوبات كبيرة واجهتنا، يعني مثل صعوبة أنك تحصل على أدوية، وصعوبة المواصلات، ارتفاع أجور النقل، كثيرة مشاكل واجهتنا. طيب أخي، هالصعوبات هاي سببت أثر سلبي بطوائف النحل أو مثلا ما أثر عليها؟ لا أكيد أخي، سببت انخفاض كبير بأعداد طوائف النحل وموت كبير بالمملكة.